أصحاب الفخامة والسمو، السيدات والسادة، شباب العالم الحالم بالمستقبل، الحضور الكريم. في مستهل حديثي إليكم اليوم وفي حضور هذه النخبة المتميزة من شباب العالم والمهتمين بشؤونه، أود أن أتوجه إليكم جميعا بالتحية والتقدير لوجودكم هنا على أرض سيناء الغالية، ملتقى الشرق والغرب ومقصد الباحثين عن السلام، وملتقى التاريخ والجغرافيا، أرض الإله والأنبياء. كما أود أن أعبر عن عظيم الفخر بشباب مصر الواعد، الوارث لعظمة الأجداد والعازم على إنفاذ إرادته وتحقيق آماله وغاياته. هؤلاء الشباب الذين لولا إصرارهم الواعي وحماسهم الإيجابي ما كنا لنجتمع في هذه القاعة. هذا الإصرار وذلك الحماس الموروث من الأجداد الذين صاغوا الأحرف الأولى في كتاب الحضارة ووضعوا لهذا الحلم تاريخه ومستقبله. كما أود في هذا الجمع الكريم أن أعلن بوضوح عن كامل انحيازي لشباب بلادي بصفة خاصة ولشباب العالم على العموم، ليقين لدي راسخ أن بحماس الشباب ووعيه تصنع المعجزات ويبنى الحاضر ونعبر جميعا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة على مبادئ الحضارة الإنسانية. إن حلم شبابنا كان صناعة منصة حرة يلتقي فيها شباب العالم من كل جنس ولون ودين وعرق، ليجدوا سويا مساحات مشتركة تتلاقى فيها أحلامهم ويتبادلون الرؤى ويعبرون عن آرائهم فيما يواجه عالمنا اليوم من تحديات وإشكاليات. ذلك الحلم الواعد الذي يبحث عن السلام والإبداع والتنمية بدلا من الخوض في صراعات المصالح الضيقة. الحضور الكريم، إن شباب مصر الممتلئ حماسا ووعيا والذي تأصلت فيه شخصية وطنه بالأعمدة السبعة للحضارة والتي شكلت وجدانه وصاغت رؤيته الإنسانية وصنعت بداخله نقطة تلاقي للحضارات والثقافات والأديان، أصبح هو الرقم الأهم في معركة بناء الوطن التي نخوضها في مواجهة تحديات عديدة طالت الإقليم ومصر. وبينما تعصف هذه التحديات بدول وحضارات من حولنا، استطاع شباب أمتنا مجابهة التحديات وواجهوا الإرهاب بالفن والثقافة قبل السلاح، وشرعوا في بناء الوطن واثقة خطواتهم ومتسارعة،